مناظرها الطبيعية الخلابة التي يزيدها الساحل الممتد جمالاً عن جمال، كما تضيف إليها المشروعات الحيوية الجديدة في هذا العهد الزاهر لمسات نابضة بالقوة والحياة، حيث تتطور الحياة ويتطور معها الأهالي. ويلبسون آفاقاً جديدة لم يعرفوها من قبل من عناية حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس المفدى بمصالحهم ورعاية كل شؤونهم. وتنعم المنطقة بعدد كبير من المشروعات، من بينها المدرسة التي سوف تستقبل في العام الدراسي القادم طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتبذل عناية خاصة بالرعاية الصحية لأبناء منطقة السيب، حيث زود مستشفاها بالأجهزة الحديثة اللازمة والهيئات الفنية من الأطباء والممرضين. وفي القريب العاجل سينشأ مستشفى جديد حسب خطة وزارة الصحة العامة. ويزخر شاطئ السيب بالخير الوفير، حيث تخرج جماعات الصيادين فجر كل يوم ثم يعودون وقد امتلأت شباكهم من طيبات البحر التي يجري توزيعها في المنطقة، وتنقل منها كميات إلى مناطق أخرى. الله بالخير الأخ. الله بالخير. إيش اسمك لو سمحت؟ جمعة بن محمد. جمعة بن محمد. نعم. أنت صياد سمك؟ نعم نعم. إيش هذا السمك اسمه؟ هذا السمك اسمه عومة. إيش غير العومة تصيدونه هنا في السيب؟ الصيمة وضلعة. أيوة. وسمك كبار، صال، كوفرة، عندقة، سمان، كل أي جرجور. زين، أنا شايف أنكم صايدين العومة بشبكة. السمك الثانية اللي أكبر من العومة بيش تصيدونها؟ نصيده بالخيط، شيء بالخيط وشيء بالشبك، كأن الشبك يجي أكبر عن هذا أو شب عن هذا. أها. ويجي أو أطول عن هذا، ما هذا، ويصير له غزر 40 باع 50 باع. نعم. 50 قائمة يعني. هي. 50 قائمة. وفي المدى مشي الماكينة هذه يصير له مشي 4 ساعات 3 ساعات. إيه نعم. في البترول، في خسر البترول 6 قلانة 7 قلانة البترول هذا. زي كم يومية تبيع من السمك؟ يومية هذا من هذه 60 70 80 نبيع. ريال؟ ريال. من العومة ولا من كل السمك؟ لا، من العومة. من العومة. يجينا نبيع 90 ريال. كم مرة كل يوم تطلع على البحر؟ والله في يوم 4 مرات 3 مرات، مو العافية بس. الله يعافيك. زين، بيع السمك بطريقة دلال ولا بطريقة؟ والله مو نيتك هناك، بس تبغى دلال دلال، تبغى بيدك يدك. الحمد لله. هي. طيب شكرا جزيلا أخي. أحسنت. شكرا. أنت المشكور. وتتولى بلدية السيب مهام الإدارة المحلية في المنطقة وفق السياسة التي رسمها سلطان البلاد المعظم لتطوير مختلف المناطق وتوفير كل الخدمات اللازمة لكفالة راحة المواطنين وسلامتهم. وتترامى في منطقة السيب الحدائق التي تحمل ألوانا مختلفة من ثمار الفاكهة والتمور، ويقصدها كثيرون من الأهالي والزوار للاستمتاع بجوها البديع وخيراتها الوفيرة وظلالها الوارفة. ويحفل سوق السيب بنشاط دائب وتجارة واسعة، حيث يقوم الأهالي بجمع الفواكه والخضار وبيعها فيه،
ويتولى بيعها رجل يسمى المنادي أو الدلال. 30 40 50 60 70 على 470 80 90 على 490 على 500 على 510.